أهلا بكم من جديد. ترفع إيران وتيرة الاستعدادات وتطلق عملية الوعد الصادق الثالثة ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآتها العسكرية أكتوبر الماضي. وفي خطوة مثيرة للجدل اختبرت طهران أحد أخطر صواريخها الباليستية والمعروف بسرعته الهائلة ودقته العالية، والذي يصنف ضمن فئة الصواريخ العابرة للقارات بمدى يصل إلى 4300 كيلومتر. الصاروخ قادر على المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، مما يجعله تهديداً يصعب التصدي له. تجربة الصاروخ مشاهدينا شملت التحليق من أقصى شرق إيران إلى أقصى جنوبها، مما يؤكد أن طهران باتت قادرة على استهداف إسرائيل ليس فقط من قواعدها الغربية بل من أي نقطة داخل البلاد، وفي خطوة تعزز الأجواء المجحونة. إذن أصدرت طهران تحذيراً للطائرات المدنية بتجنب التحليق فوق منطقة شهرود من 18 إلى 20 من نوفمبر الحالي، حيث سيتم اختبار صواريخ عسكرية جديدة. إذا ما أردنا نتحدث عن التصريحات طبعاً التي تتحدث عن هذه الاستعدادات، ونبدأها من محسن رضائي الذي قال بأنه نستعد فعلياً لعملية الوعد الصادق الثالثة للرد على هجوم إسرائيل. من ضمن التصريحات أيضاً لذات الشخصية، محسن رضائي قال بأنه أمريكا وإسرائيل حاولتا مهاجمة مواقع إيرانية جواً وتحاول فعلياً تفكيك النظام. إذن هذه الرسائل الإيرانية كانت في هذه الفترة وفي هذا الأسبوع. أيضاً من ضمن التصريحات، اللواء محمد الأسدي قال بأنه عملية الوعد الصادق الثالثة ستختلف عن عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية. ننتقل إلى تصريح آخر أيضاً من ضمن التصريحات الإيرانية في هذا الأسبوع، والتي كانت على لسان حسين سلامي، الذي قال المقاومة وإيران ستجهزان أنفسهما بكل ما يلزم لمواجهة العدو وتوجيه رد قاس. أما بالنسبة للناطق باسم الحرس الثوري فقال إيران سترد على العمل الشرير الجديد الذي قامت به إسرائيل. تصريحات تتوالى شيئاً فشيئاً، أسبوعاً فأسبوعاً، يوماً بعد يوم، لقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم الموسوي الذي قال سنرد على الهجمات الإسرائيلية رداً ماحقاً. طبعاً هذا التصريح كان على لسانه وأثار على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل سريعة على الرد الماحق.